بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله اللقاء الثاني للمقرر الخاص بمبادئ المحاسبة المالية. قبل ما نبدأ اللقاء الثاني نلخص اللقاء الأول. اتفقنا في اللقاء الأول إن وظيفة المحاسب أو مهنة المحاسبة في الحياة العملية هي عبارة عن توفير معلومات عن الشركة. هذه المعلومات عشان المحاسب يوفرها عن الشركة بيشتغل أو بيؤدي مهمته من خلال ما يسمى بالنظام المحاسبي. واتفقنا النظام المحاسبي عبارة عن ثلاث أجزاء: مدخلات، معالجة، ومخرجات. المدخلات هي العمليات والأحداث اللي هتتم داخل الشركة، مثل سداد الإيجار، سداد فاتورة الكهرباء، سداد فواتير مياه، بيع بضاعة، شراء بضاعة. هذه كلها أمثلة عن عمليات أو أحداث بتتم في أي شركة في الحياة العملية. المخرجات هي القوالب اللي المحاسب بتاع الشركة هيضع فيها المعلومات ويعرضها، اللي هي المعلومات على الأطراف اللي مهتمة بالشركة مثل البنوك، مثل مصلحة الزكاة والدخل، لاستخدام هذه المعلومات في اتخاذ القرارات. طب المعالجة هي الخطوات اللي هيتبعها المراجع المحاسب، هي الخطوات اللي هيتبعها المحاسب في تسجيل العمليات والأحداث اللي بتتم داخل الشركة للوصول إلى القوالب اللي هيضع فيها المعلومات. هذه القوالب اتفقنا بنسميها في المحاسبة القوائم أو التقارير المالية. قبل ما نعرف الخطوات اللي المحاسب هيتبعها في تسجيل العمليات والأحداث، لابد إن أنا أكون عارف الأول أو أدرس ما هي القوائم المالية لأي شركة تعمل مثلا في المملكة، وما هي محتويات كل قائمة. ليه؟ لأن المنطق يقول إن أنا عشان أصمم طريقة لتحقيق هدف اللي هو توفير معلومات، لابد الأول إن أنا أعرف في البداية ما هي هذه المعلومات وكيفية عرضها، يعني أعدادها أو وضعها في القوالب. محاضرة اليوم بتمثل أهمية كبيرة جدا في المقرر، من ناحية لأن مترتب عليها اللقاءات المتبقية، وفي الاختبار أيضا من ناحية أخرى. هنبدأ في هذا اللقاء نتعرف على أنواع القوائم المالية في كل شركة من الشركات اللي موجودة في الحياة العملية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. وكل قائمة من القوائم عاوزين نعرف نوعية المعلومات اللي بتضع جواها أو بداخلها، لأن أكيد لو المعلومات واحدة هيبقى عندي قائمة واحدة مش مجموعة من القوائم. نظام الشركات السعودي بينص على أي شركة في نهاية السنة لابد إن هي تعد أربع قوائم: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي،
قائمة التدفقات النقدية، والأخيرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية. أول شيء عشان ندرس المحاسبة لابد إن احنا نعلم الهدف من إعداد كل قائمة. فقائمة الدخل قائمة تقوم بإعدادها الشركة في نهاية كل سنة أو فترة مالية بهدف قياس نتيجة عمليات الشركة. يعني إيه قياس نتيجة عمليات الشركة؟ تحسب الشركة مقدار الربح أو الخسارة اللي حققته خلال العام السابق. وعشان كده بنقول دايما في المحاسبة إن قائمة الدخل بتساعد في تقييم الأداء المالي للشركة، يعني بتساعد الأطراف الأخرى إن هي تتعرف على مدى تطور أرباح الشركة، بتزيد سنة عن سنة ولا بتقل سنة عن سنة، والخسائر نفس الشيء. فممكن بسهولة جدا بيبقى أحد الأجزاء المهمة اللي أنت بتنسأل فيها في الاختبار هو مفهوم قائمة الدخل، مفهوم قائمة المركز المالي، مفهوم قائمة التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية. إذا وأنا بذاكر لأغراض المحاضرات المتبقية لابد إن أنا أعرف مفهوم كل قائمة من القوائم، ولأغراض الاختبار نفس الشيء. طيب قائمة المركز المالي قائمة تقوم بإعدادها الشركة في نهاية كل فترة أو سنة مالية. طب هدف إيه؟ التعرف على المركز المالي للشركة أو للمنشأة. طب إيه المقصود بالمركز المالي؟ المركز المالي إن أنا أعرف المهتمين بالشركة مقدار ممتلكاتي كشركة، مقدار التزاماتي كشركة اللي هي الديون اللي عليا، وقيمة رأس مال الشركة. الثلاث عناصر بيسموا في المحاسبة المركز المالي. يبقى أنا لو جيت لحضراتكم في الاختبار وقلت قائمة الدخل تهدف إلى التعرف على المركز المالي، تقول لي العبارة خطأ، لأن قائمة الدخل بتعرض الأداء المالي للشركة اللي هو مقدار ربح أو خسارة الشركة في العام الماضي. طب قائمة المركز المالي بتعرض شيء تاني، إجمالي ممتلكات الشركة، إجمالي الديون اللي عليها، إجمالي رأس مالها. وبالتالي قائمة المركز المالي بيبقى هدفها إنها توفر معلومات عن المركز المالي للشركة. طب القائمة الثالثة قائمة التدفقات النقدية، برضو قائمة بتعدها الشركة في نهاية كل فترة أو سنة مالية بهدف إيه؟ بيان أو توضيح النقدية الدخل إلى الشركة والأموال النقدية الخارجة منها. طب قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة تعد في نهاية الفترة المالية بهدف التعرف على مصادر رأس مال الشركة، يعني رأس مال الشركة كان كام أول عام على سبيل المثال 10,000 ريال، والتغيرات اللي طرأت عليه، يعني هو على نهاية السنة رأس مال الشركة زاد ولا انخفض. دي معاني القوائم المالية. يعني لما نقول في الاختبار قائمة المركز المالي تهدف إلى، يبقى أنت تكون عارف أنها بتهدف إلى بيان أو توضيح المركز المالي للشركة.
قائمة الدخل تهدف إلى بتعرفني الأداء المالي للشركة اللي هو مقدار مكسبها أو خسارة الشركة في العام الماضي. قائمة تدفقات نقدية هدفها توضيح التدفقات النقدية، يعني مقدار النقدية اللي داخل إلى الشركة ومقدار النقدية الخارج منها. قائمة التغير في حقوق الملكية بتوضح لي رأس مال الشركة كان كام أول السنة، ورأس مال الشركة زاد ولا قل خلال السنة، وبالتالي أصبحت قيمته كام آخر السنة. طيب ده كل قائمة لها هدف مختلف، كل قائمة لها هدف مختلف. إذا كل قائمة احنا متفقين ان القائمة عبارة عن قالب جدول، اذا كل قائمة هتكون فيها معلومات مختلفة عن القائمة الاخرى. يعني اعطيلك مثال بس واحد، قائمة المركز المالي هيبقى جدول هضع بداخله قيمة وانواع ممتلكات الشركة، قيمة وانواع الديون اللي عليها، وهضع فيها كمان قيمة رأس المال. طب قائمة الدخل هضع فيها شيء تاني خالص، اجمالي ايرادات الشركة، اجمالي مصروفاتها خلال العام، وبالتالي مقدار صافي الربح او الخسارة. اذا عاوزين الان نعرف المكونات الداخلية لكل قائمة، فهنبدأ بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل. قائمة المركز المالي زي ما اتفقنا هنضع بداخلها ممتلكات الشركة، التزاماتها، رأس المال. طب قائمة الدخل جدول هنضع فيه إيرادات الشركة ومصروفاتها وصافي ربحها خلال العام. كل مصطلح هيذكر في هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة لنا اللقاءات القادمة، ان احنا نكون مدركين معناه لاننا نستخدمه بصفة مستمرة. قائمة المركز المالي أول عنصر يضع بداخلها ما يسمى بالأصول. الأصول في تعريفها، يعني فتحنا أي كتاب محاسبة هنلاقي الأصول هي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة أو تخضع لإدارتها ونتوقع منها اللي هي المنشأة منافع مستقبلية. تعريف الأصول من الأشياء اللي في محور اختبارنا، يعني أي حد هيضع اختبار في مبادئ المحاسبة لازم يتأكد إن الطالب متمكن من التمييز بين المصطلحات. يبقى الأصول ببساطة ممتلكات الشركة، ممتلكات الشركة اللي هتدخل أو تولد منافع مستقبلية للشركة. هتقول لي يعني إيه منافع مستقبلية للشركة؟ شركة مثل المراعي، الآلات اللي بتصنع عليها منتجاتها ده أصل من أصولها. طب الآلات بتدخل منافع مستقبلية لشركة المراعي في صورة إيه؟ ثمن بيع البضاعة، في صورة ثمن بيع البضاعة. إذن الآلات هي أحد ممتلكات الشركة.
طب ايه كمان احد ممتلكات الشركه؟ السيارات، المباني، الاراضي. النقديه سواء كانت موجوده في حسبه الشركه او في حسابها في البنك. الادوات والمهمات، الادوات والمهمات اللي هي العدد الصغيره مثل الطبعه او مثل الادوات الكتابيه اللي هي الاقلام والدفاتر، ده بيعتبر شيء ملك الشركه. هسأل سؤال وترد عليه. لو الجوال اللي في يدكم، لو الجوال اللي في يدكم مفوتر وجات لي رسالة في آخر الشهر بتقول إن قيمة فاتورة شهر مايو 100 ريال وانتوا ما دفعتوش إلى الآن، يبقى ال 100 ريال دي ملك شركة اتصالات أم لا؟ عاوزين نعم أم لا؟ نعيد السؤال تاني. الجوال اللي في يدي مفوتر، جات لي رسالة على الجوال آخر الشهر وليكن شهر 5 إن قيمة الفاتورة 100 ريال وأنا ما سددتش إلى الآن، يبقى ال 100 ريال ملك الشركة أم لا؟ الإجابة صح، بيبقوا ملك الشركة. نعم. الشركة بقى بتسمي ال 100 ريال دولت العملاء. يبقى العملاء مش معناها إن هو مالك العميل، مش معناه إن العميل أصل عند الشركة، لأ. العملاء في المحاسبة معناها إيه؟ المبالغ اللي على العملاء ولكن إلى الآن العملاء ما سددوهاش. ده أصل من أصول الشركة. أوراق القبض اللي هي الشيكات اللي الشركة هتقبض قيمتها في المستقبل. دي كلها أنواع من أنواع الأصول المملوكة للشركة. فمثلا ممكن أجي في الاختبار وأقول لحضراتكم إيه؟ الأدوات والمهمات المكتبية أو الأدوات والمهمات الموجودة في مستودع الشركة في نهاية العام تعتبر أحد عناصر، وأعطيلكم أربع اختيارات: الأصول ولا الالتزامات ولا رأس المال ولا مصروف. فالمفروض تقول لي الأدوات والمهمات اللي موجودة في نهاية العام في المستودع بتاع الشركة أو في مخزن الشركة ده تعتبر من ضمن الأصول. السيارات من ضمن الأصول، المباني من ضمن الأصول، الآلات من ضمن الأصول. تمام؟ طب هل في أنواع أصول تانية؟ وإحنا بندرس بقى اللقاءات القادمة هتقابلنا في التمارين وإحنا بنحل. ليه؟ آخر لقاء نظري اليوم. العشر لقاءات القادمة إن شاء الله إحنا بنتكلم في أسئلة بنحلها كتمارين. فمثلا لما أجي أقول لك شركة اشترت أساس، يبقى الأساس ملك الشركة، أصل من أصولها. شركة اشترت مواد تعبئة، يبقى المواد التعبئة أصل من أصول الشركة. إذا الأمثلة المتبقية هتقابلنا إن شاء الله وإحنا بنتكلم على الأجزاء العملية. طيب، إيه تاني ممكن نضعه في قائمة المركز المالي؟ قال لك الأصول، بس عاوزين نقسمها. يعني إيه عاوزين نقسمها؟ ما ينفعش إن أنا وأنا بضع في قائمة المركز المالي أحط الأصول كلها بمعنى بعض. لا، المحاسبين اتفقوا على ان الاصول هنقسمها ثلاث انواع: اصول قصيره الاجل، واصول طويله الاجل، واصول غير ملموسه. نبدا بالاخيره. ليبتون الاسم ده بتاع ايه؟ طب بلاش ليبتون، المراعي.
الله يفتح عليك، علامة تجارية، تويوتا علامة تجارية، صح؟ هل من الممكن إن أحد الأشخاص سواء داخل المملكة أو خارج المملكة يأسس مصنع لإنتاج السيارات ويسميه تويوتا؟ ولا العلامة التجارية هي ملك الشركة الحالية؟ يعني هل ممكن أفتح مجموعة من المولات في المملكة وأسميها العصيم، ولا العصيم ده اسم تجاري وعلامة تجارية؟ هل ممكن خاص بشركة؟ صح؟ إذا هو شيء ملكها، بس احنا كأشخاص طبيعية ما نقدرش نمسكه بيدنا. يعني ايه ما اقدرش امسكه بيدي؟ لو قلت لحضراتكم انت في يدك الان كم جوال؟ تقول لي 2. اقدر امسك واعدهم 1 2. انما لو انا قلت لك الاصول غير ملموسه عندك ايه؟ تقول لي والله انا عندي علامه تجاريه لتويوتا، عندي براءه اختراع لدواء هنتجه، عندي اسم تجاري للمحل اللي هي شهره المحل، زي مثلا الفقيه معروف ان هو خاص بالدواجن، بيتزا هات معروف ان هو اسم شهره خاص بمحل معين. العلامات التجاريه وبراءه الاختراع وشهره المحلات وحقوق نشر الكتب دي بنقول عليها في المحاسبه اصول غير ملموسه، هي اشياء ملك شركات، ولكن احنا كاشخاص طبيعيه ما نقدرش نمسكها بيدنا. ده نوع. ايه الفرق بين الاصول قصيره الاجل وطويله الاجل؟ اولا طالما بنقول اصل يبقى هو شيء ملك الشركه. ركزوا معايا بقى في الجزئيه اللي جايه دي. لو انا قلت لك الشركه سين اشترت مبنى لاستغلاله كمعرض لبيع منتجاتها، يبقى الشركه نيتها ان هي تحتفظ بالمبنى ده، نيتها ان هي تحتفظ بالمبنى ده لفتره طويله. في الحاله دي اقول على هذا المبنى اصل طويل الاجل. انما لو شركه زي العصيم اشترت مجموعه او كميه من البان المراعي، هي عاوزه لو اشترتهم اليوم تبيعهم غدا، لان ده السلعه او الشيء اللي بتتاجر فيه. لو محل جوالات اشترى 100 جوال الان، يهمه ان هو يبيعهم غدا عشان يكسب كتير. في الحاله دي بقول على منتجات الشركه ده اصل قصير الاجل، يعني اول ما تشتريه هو ملكك، ولكن هي عاوزه تخلص منه يعني تبيعه بسرعه، فبنقول عليه اصل قصير الاجل، بس بنسميه مخزون البضاعه. اذا الاصول قصيره وطويله الاجل، قصيره وطويله الاجل هي اشياء ملك الشركه. طب بنميز ما بينهم ازاي؟ ركزوا بقى عشان بيجي لك الاختبار. الاصل يعني الشيء اللي ملك الشركه، اللي الشركه نيتها تحوله الى مقضيه، يعني تخلص منه خلال سنه ماليه، يبقى اصل قصير الاجل. بينما الشيء اللي الشركه تشتريه الان فهو ملكها، ولكن نيتها ان هي تحتفظ بيه لفتره طويله من الزمن، نقول عليه في المحاسبه اصل طويل الاجل. بنجيب السؤال في الاختبار ازاي؟ بنوعين. اجي اقول لحضرتك ايه؟ النقديه او الاصول التي من المتوقع تحويلها الى نقديه خلال السنه الماليه القادمة هي أصول قصيرة الأجل
ولا طويلة الأجل ولا أصول غير ملموسة؟ فالمفروض تقول لي أصول قصيرة الأجل، لأن بحولها خلال العام القادم. إنما لما أجي أقول لك الممتلكات اللي بتقتنيها الشركة بهدف استخدامها لفترة طويلة وليس بهدف إعادة بيعها، فالمفروض أختار كلمة أو مصطلح الأصول طويلة الأجل. دي طريقة. أو أجي أقول لحضرتك الأراضي المملوكة للشركة في نهاية العام، لسه عندها الأراضي المملوكة للشركة في نهاية العام تعتبر، وأعطي لك 4 اختيارات، أصول قصيرة الأجل ولا طويلة الأجل ولا غير ملموسة؟ فالمفروض أختار أصول طويلة الأجل. أو أجي أقول لك العلامات التجارية بالنسبة للشركات تعتبر، وأعطي لك 4 اختيارات، فالمفروض تقول لي تعتبر أصول غير ملموسة. تمام؟ إذن ببساطة شديدة جدا الأصول في المحاسبة معناها ممتلكات الشركة، لكن قد تكون في صورة أصول قصيرة الأجل أو أصول طويلة الأجل أو أصول غير ملموسة. طيب إيه تاني بنضعه في قائمة المركز المالي؟ الخصوم أو الالتزامات. وخلي بالكم لما تلاقوا في الورق كلمات مترادفة يبقى أنا مطالب أحفظ الاثنين. بمعنى الخصوم هي الديون اللي على الشركة من الغير. يعني لو انتهت السنة المالية والشركة ما دفعتش مرتبات الموظفين ولسه هتدفع المرتبات دي العام القادم، يبقى أقول على الرواتب المستحقة دي التزامات أو ديون على الشركة. الالتزامات أو الخصوم كليهما بمعنى الديون اللي على الشركة للغير. شركة ما سددتش الضرائب، يبقى الضرائب المستحقة التزام على الشركة هيسدد في المستقبل. مرتبات مستحقة التزام على الشركة يسدد في المستقبل. إيجار مستحق يسدد في المستقبل، يبقى التزام على الشركة. أوراق دفع اللي هي الشيكات اللي هتدفعها الشركة في المستقبل التزام على الشركة. طب الدائنون، أي شركة في الحالة العملية ما بتشتغلش لحالها. بمعنى شركة مثل العصيم هي بتشتري البضاعة من شركة وتبيعها لنا. الشركة اللي العصيم بتشتري منها بتعطلها البضاعة وتحصل منها المبلغ في المستقبل، فبنقول عليهم الدائنون. أو المصطلح اللي هيقابلنا بعد كده إن شاء الله هنقول عليه الموردون. إذن الدائنون اللي هي الشركات اللي بعت لي بضاعة بس أنا لسه ما دفعتش الثمن، قيمة الثمن ده بنقول عليه التزام على الشركة. طب الالتزامات دي أنواع زي الأصول؟ نعم، في عندي التزامات قصيرة الأجل وفي عندي التزامات طويلة الأجل. الديون اللي على الشركة لو احنا الآن في سنة 2019 والشركة هتسدد ديونها في 2020، يعني العام القادم، أقول عليها التزامات أو خصوم قصيرة الأجل. طب الالتزامات أو الخصوم طويلة الأجل اللي الشركة هتسددها في المستقبل ولكن بعد عام، السنة 12 شهر، لو الدين ده هيتسدد بعد 13 شهر يبقى دين طويل الأجل. طب بنسأل برضو ازاي في الاختبار؟ فبجيب لك التعريف وأقول لك التزامات الشركة اللي هتسددها خلال العام القادم، فالمفروض أختار التزامات قصيرة الأجل. أو هقول لك التزامات الشركة اللي الشركة بتسددها بعد فترة أكثر من سنة مالية، تقول لي التزامات طويلة الأجل. أو بحكي لك قصة صغيرة
يعني أقول لك شركة قامت بالحصول على قرض 1,000,000 ريال من بنك الرقحي، وهتسدد قيمة القرض على 5 سنوات، يبقى القرض ده التزام قصير ولا طويل الأجل؟ عايزين حد يجاوب. خلوا بالكم الامثله اللي انا بقولها دي في اختبارات سابقه، يعني ما تتخيلوش ان انا بسهل الامور عشان اجذبكم المقرر. انا بقول طريقه الاسئله والله يعني، تمام؟ فانتوا بتجاوبوا بسم الله ما شاء الله، بس هي اهم شيء الانتظام على اللقاءات الحيه. يعني انا لما بستدعي من الذاكره بستدعي من الذاكره اختباراتي السابقه يعني، اللي هي في الغالب يعني بنضع اختبار جديد في نفس الاطار. يعني بدل ما اقول لك مثلا ان هي خدت قرض، اقول ده هي اجرت عقار ولمده 10 سنين وهتسدد اول قسط بعد سنه ونص، برضه هو التزام طويل الاجل، غيرنا المعنى او المصروف بس لاقصر واقل. طيب ايه تاني يضع او يوضع في قائمه المركز المالي؟ حقوق الملكيه. بالنسبه لحضراتكم في المبادئ، حقوق الملكيه كمصطلح يساوي مصطلح رأس المال. حقوق الملكية كمصطلح يساوي مصطلح رأس المال. فلازم أكون عارف المصطلحين المترادفين. إيه حقوق الملكية؟ ببساطة شديدة، حقوق أصحاب الشركة، الشركة اللي تأسست دي، المالك او الملاك في البدايه استثمروا قد ايه؟ يعني كان راس مال الشركه كام في بدايه انشائها؟ مثلا 100,000 ريال، وايرادات الشركه 50,000 ريال، ومصروفات الشركه 20,000 ريال. يبقى لما اقول لحضرتك هو راس المال بقى كام؟ تقول لي ال 100,000 ريال زاد ال 50 ايرادات يبقى 150,000، ناقص 30,000 مصروفات، يبقى المفروض راس مال الشركه في نهايه العام 120,000 ريال. فقائمه المركز المالي بنضع بداخلها الصافي بتاع راس المال اللي هم ال 120,000 ريال. طيب انواع حقوق الملكيه ايه؟ استثمارات الملاك اللي هو راس المال اللي بداوا بيه، ايرادات الشركة، مصروفاتها، وفي شيء في المحاسبة بنقول عليه المسحوبات الشخصية. ايه المسحوبات الشخصية؟ ان شاء الله ربنا احيانا في اللقاء الثالث اللي هو القادم هنتكلم عليه بالتفصيل، تمام؟ انما الان عاوزين نعرف بس ان المسحوبات الشخصية هي احد انواع حقوق الملكية. اذا لما نلخص الاشياء اللي قلناها من بداية اللقاء إلى الآن، هنقول إننا أي شركة هتعد 4 قوائم: قائمة دخل، قائمة مركز مالي، قائمة تغير في حقوق ملكية، قائمة تغيرات، قائمة رفقات نقدية. قائمة المركز المالي بنضع فيها أصول الشركة، وبنقسمها ممتلكات الشركة إلى أصول قصيرة وطويلة الأجل وغير ملموسة. بنضع في قائمة المركز المالي التزامات الشركة اللي هي الديون اللي عليها سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل. بنضع في قائمة المركز المالي حقوق الملكية. زي ما اتفقنا عشان بس اللي انضمم متأخرين شوية، المصطلحات اللي في اللقاء ده مهمة جدا لبقية المقرر، لأن هبدأ من اللقاء الثالث أحل تمارين. فعاوز ما اوقفش التمرين واشرح يعني ايه اصل، يعني ايه التزام، يبقى عرفناه الان خلاص. طيب قائمه الدخل بنضع فيها حاجتين اتنين: ايرادات الشركه ومصروفاتها. عاوزين واحنا داخلين الاختبار ان شاء الله نبقى حافظين معنى الايراد او الايرادات ومعنى المصروفات. ولكن بعد ما هقرا التعريف العلمي
هقوله بالعاميه عشان احنا عاوزين الاغراض حل التمرين. الايرادات هي الزياده في الاصول بتاع الشركه، يعني في ممتلكات الشركه، او نقص الخصوم او كليهما، نتيجه ممارسه النشاط العالي لها يعني للشركه. المصروفات العكس، بس الاول نفهم الايرادات. انا لو عندي مستوصف، انا صاحب مستوصف، مستوصف طبي، المريض لما بيجي لي انا بادي له خدمه، فانا باخد المقابل، المقابل ده بنقول عليه الاتعاب او الايرادات. تمام كده؟ لو انا فتح مكتب محامي، العميل بيجي لي بترفع له في قضيه، انا بادي له خدمه، فانا بحصل على اتعابي مقابل هذه الخدمه. لو انا فتح متجر لبيع الجوالات، بعت 5 جوالات ب50,000 ريال، هقبض ال50,000 ريال في يدي، اقول عليهم ايراداتي او ثمن بيع البضاعه اللي انا بعتها. اذا الايرادات قد تكون في صورة ثمن بيع، لو انا شركة تجارية هبيع سلعة. يعني انت لما بتخش عند العسيم او باندا او اي متجر وبتدفع الفاتورة، الفاتورة دي ايرادات للمتجر ده، بنسميها ثمن بيع البضاعة اللي انت اشتريتها. طب لو انا فتح مكتب هندسي، العميل بتاعي بصمم له فيلا، بصمم له عمارة او مبنى، فهو بيعطي لي اتعاب الخدمه اللي انا عملتها له، فالاتعاب دي بنقول عليها ايرادات المكتب الهندسي. طب المصروفات، محاسبين في الشركه عندي سواء متجر او مكتب بيساعدوني في اداء المهام بتاعتي، فبعطيهم رواتب شهريه، الرواتب بنقول عليها مصروفات الشركه. شركه الكهرباء السعوديه بتسمح لي ان انا اوصل الكهرباء واستخدمها، فبدفع لها الفاتوره في نهايه كل شهر، فبنقول على الفاتوره دي مصاريف الكهرباء. اذا واحنا بنحل التمارين ابقى متمكن جدا من معنى الايراد ومعنى المصروف. خلاص، يبقى قائمه الدخل بنضع فيها ايرادات الشركه، وايه كمان بنضع في قائمه الدخل مصروفات الشركه، وزي ما اتفقنا كلا التعريفين يكونوا محفوظين، واحفظ واحد منهم والثاني عكسه. يا اما احفظ الايرادات انها الزياده في الاصول او النقص في الخصوم او كليهما، يا اما اقول العكس المصروفات، او احفظ المصروفات واقول عكسها الايرادات. طب ايه ثاني بنضعه في قائمه الدخل؟ لو انا قلت لحضراتكم اجمالي ايرادات الشركه في قائمه الدخل 1000 ريال واجمالي مصروفاتها 700 ريال، الشركه دي كسبانه ولا خسرانه؟ اجمالي ايراداتها 1000 ريال واجمالي مصروفاتها 700 ريال، الشركه دي تبقى كسبانه ولا خسرانه؟ كسبانه ال 300، مش كده؟ الله يفتح عليكم. فالجزء الثالث والاخير اللي بيوضع في قائمة الدخل هو مقدار المكسب أو الخسارة اللي حققته الشركة خلال العام الماضي. فاللي أنتوا عملتوه، الاثنين اللي جاوبوا معايا، الاثنين اللي جاوبوا معايا عملوا إيه؟ قالوا 1000 ناقص 700 ب 300 اللي هي الإيرادات ناقص المصروفات. بس لو كانت الإيرادات ناقص المصروفات الفرق ما بينهم شرط موجب، الفرق ده اللي هو 300 ريال بنقول عليه في المحاسبه صافي الربح. لو كان الفرق بين الايرادات والمصروفات اشارته سالب بنقول عليه صافي الخساره. فعشان كده لما احنا بنعرف صافي الربح في المحاسبه بنقول هو مقدار الزياده في ايرادات الشركه اللي هم ال 1000 ريال عن المصروفات المرتبطه بيها اللي هم 700 ريال خلال العام الماضي او خلال السنه الماضيه. لما نيجي نصفي الخساره بنقولها بالعكس،
هي مقدار النقص في الإيرادات، يعني الإيرادات أقل من المصروفات خلال العام الماضي. تمام؟ اللي أنا عاوزه من حضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله حاجة واحدة. إيه هي؟ زي ما اتفقنا أنا هبدأ تمارين من المرة القادمة تقريباً. لا يوجد نظري في المقرر تاني خلاص. هنبدأ تمارين في المرة القادمة على طول. المرة القادمة عاوز من حضراتكم بس شيء واحد. إيه هو؟ شوف أنا سمعهم إزاي وبعدهم على صوابعي. إن أنا أكون عارف إن الأصول هي ممتلكات الشركة. الخصوم أو الالتزامات الديون اللي عليك. الإيرادات المبالغ اللي الشركة هتقبضها مقابل بيع سلعة أو تأديب خدمة. أنا جيت على الصبع الثالث. المصروفات العكس. أربع أشياء. ليه؟ عشان هنبتدي نتخيل إن إحنا بنسجل عمليات وأحداث في دفاتر الشركة. نبتدي بقى نتخيل نسجلها إزاي. إنما المفاهيم والتعريفات، المفاهيم والتعريفات الخاصة بالمقرر دي أحفظها ليلة الاختبار، ما تفرقش معايا. يعني مفهوم الإيرادات، مفهوم صافي الربح، مفهوم الأصول أو أنواع الأصول، الأشياء دي كلها دي يوم الاختبار، مش مشكلة بالنسبة لي. تمام؟ وألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.